كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد على هامش زيارته الأولى بعد تعيينه على رأس القطاع التي قادته إلى ولاية تيبازا أن الولاية معنية باحتضان جزء من منافسات الألعاب العربية القادمة بالجزائر. شدد الوزير على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح هذه التظاهرة، حيث تفقد مركز تجمع الرياضيين بفوكا ومشروع توسعة ملعب القليعة والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وقاعدة الألواح الشراعية بشرشال. بخصوص المنشآت الرياضية، فهناك عدد كبير من الورشات المفتوحة والأشغال قائمة بها، خاصة ما تعلق بأشغال إنجاز وتجهيز ملعب شرشال اللي فيه 10,000 مقعد، وكذلك توسعة طاقة استقبال ملعب القليعة من 9,000 إلى 20,000 مقعد. كما قمنا كذلك بمناسبة هذه الزيارة تفقد قاعدة الألواح الشراعية بشرشال والمدرسة الجهوية للرياضات المائية بسد بوكردال، وعينا أشغال إنجاز وتجهيز مركز تجمع الرياضيين بفوكا اللي رانا الآن متواجدين فيه، وحقيقة هو مفخرة للولاية. راح يكون يعني ان سونتر دو بريباراسيون بور ليليت ناسيونال اللي توفر على كل شروط التحضير بامتياز. يشهد تقدما كبير كما قلت، وهذا المركز سيكون مخصص كذلك لتحضير النخب الوطنية في مختلف التخصصات، وتحسبا يعني المنافسة الجاية وحتى المنافسات المقبلة كالألعاب الأولمبية ومنافسات في المستقبل إن شاء الله. والي تيبازا صديق بوستة كشف عن المشاريع التي ما تزال قيد الإنجاز وعن أجل تسليمها قصد استغلالها بداية من الألعاب العربية المقبلة بالجزائر. المركز هذا في مركز تاع فوكا سوف يتم استلامه قبل 5 جويلية إن شاء الله، ليكون يعني تجرى فيه الألعاب العربية إن شاء الله، كما سوف تتم عملية استلام مشروع ملعب قليعة كذلك في هذا الاجال في نفس الاجال، وكذا مشروع شرشال اللي ممكن يكون مباشره حوالي مع اواخر شهر جويليه. هذو هما ثلاث مشاريع هامه مهيكله اللي راح تعطي نفس جديد في ميدان الرياضه، وكما كانت تفضل بها السيد الوزير فيه منشات شبانيه عديده اللي زارها، منها المنشأة الخاصة بمركز الرماية اللي هو هام جدا، وكذلك المركز المتواجد بسد بوكردان اللي كذلك عنده أهمية.